أهلا بكم في حلقة جديدة من الساعة الأخيرة تتابعونا في عناوينها. في عناوين الساعة لهذا المساء: خروج مزيد من أهالي الأحياء الشرقية لحلب تزامنا مع استمرار تقدم الجيش. وفي ساعتنا تتابعون أيضا: موسكو تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها حول بدء العمليات السياسية لحل الأزمة في سوريا. وفي ساعتنا أيضا: طهران ترد على الخرق الأمريكي للاتفاق النووي بإعداد مشروع قرار لاستئناف نشاطاتها النووية. ساعتنا الأخيرة بدأت، أهلا بكم. أعادت وحدات الجيش والقوى الرديفة الأمن والاستقرار إلى أجزاء كبيرة من أحياء طريق الباب وكرم القاطرجي والحلوانية في الجهة الشرقية لمدينة حلب. وتقوم وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الرديفة بعمليات دقيقة منذ نحو أسبوع لاجتثاث الإرهابيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وكانت أعادت الأمن والاستقرار إلى السكن الشبابي ومساكن البحوث العلمية وأحياء الحيدرية والشيخ سعيد والصخور والإنذارات والشيخ خضر وجبل بدر ومنطقة الهلوك. أقدمت المجموعة الإرهابية على اعتداءات جديدة على مدينتي نبول وزهراء باستهدافهما ب15 قذيفة صاروخية خلفت إصابات بين المواطنين وأضرار مادية. مدنية، لا في جيش ولا في شيء، هذا سوق يعني سوق كله مدني. وشايف انت اضرار مادية كثير يعني، والحمد لله رحنا بقيانين. اكيد هن ما بيحسنوا يواجهوا الجيش العربي السوري ولا بيحسنوا يواجهوا اي انسان على حق، لان هن تعودوا على قتل المدنيين الابرياء، تعودوا على تخريب المنشآت المدنية، تعودوا على التخريب القتل. تعرضت مدينتي نبل والزهراء اليوم الى قصف صاروخي ممنهج من قبل العصابات الارهابية المسلحة، مما نتج عنه أضرار مادية كبيرة وسقوط عدد من الإصابات في صفوف المدنيين والأطفال، أغلبها في حالة الحمد لله بحالة جيدة ما عدا إصابة واحدة خطرة تم نقلها إلى مدينة حلب. هذا وارتقى 4 شهداء وأصيب 10 أشخاص بالجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على عدد من الأحياء السكنية في مدينة. في قيادة شرطة المدينة قال إن 3 شهداء ارتقوا وأصيب 17 شخصا جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على أحياء المحافظة والموغامبو والمريديان والفرقان. في وقت سابق كان المصدر أشار إلى أن الإرهابيين استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية حيي ميسلون وباب الفرج، ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 3 أشخاص بجروح، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم. أنا اللي عايز أخوي اسمه عيسى رجو، أمشى مجد قطيفة عادي ما فزك. ما هذا مو عمل إنسان ولا هذا عمل جبناء، هي آخر أحقادهم. عدنا نفوسهم إن شاء الله، الله يوفقهم إن شاء الله، أعطونا أولادنا وأطفالنا وإيش بك وإيش بدهم، إن شاء الله الله عاد من نظرهم بس، روح الله لا يوفقهم إن شاء الله. ابني راح شهيد، ابني منهم والله، ابني صار 7 سنين ما شفته والله، حلو قلبي الله يوفقهم.
خلاص الشغله انتهت الحمد لله رب العالمين. الجيش العربي السوري عم يشتغل وان شاء الله حلب بخير ونحن ان شاء الله كل هالامور هاي نسيناها. الله لا يوفقهم ليش تحكي ما بعرف. الله لا يوفقهم بركب امان الله. الله يخلصنا منهم عن قريب. أتي ذلك بينما توالى خروج المدنيين من الأحياء الشرقية للمدينة رغم محاولات الإرهابيين عرقلة الأمر واستمرار احتجازهم كدروع بشرية. التفاصيل في تقرير وليد هناي. من المراكز التي خصصت للأهالي والمدنيين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الآمنة، وهنا نتحدث عن كافة الجهوزية التي تأتي من قبل الحكومة السورية وتوزيع كافة المواد الغذائية وغيرها من المساعدات باتجاه الأهالي الذين يخرجون من الأحياء الشرقية باتجاه هذه المناطق. بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحماية الجيش العربي السوري قدرنا أن نكسر هالحصار ونحن أول العوائل وأول الحي الحيدرية اللي طلع. كانت هنيكة تعيسة بس هنا حسيت حالي بين حضن أمي وأبوي. اشتري مسدس أحمل مسدس بس هيك قتل واحد منهم وبرد قلبي وبرد قلب ابني بشار اللي بالقبر. الله يرحمه. بإذن الله واحد أحد. الله يرحم الشهيد. بس لأني أبوه كمان مات من قتله. لا أكل ولا خبز ولا شيء أبداً وبشار مات جوعان. بشار ابني مات جوعان. إن شاء الله ما بموت ولا شقف. مثل ما حرق قلبي يحرق قلبهم. والله كنا عايشين عيشة سيئة من معاملة المسلحين. والحمد لله جينا واستقبلنا الجيش العربي السوري. والحمد لله ما قصر معنا خالص. اللي بنتوا روحوا ليها غرسوا ليها براسها قتلوها. الله لا يوفقهم. حماية الجيش الحمد لله. الله غوانا بالجيش الحمد لله. استقبلونا أحلى استقبال أحلى كرام أحلى كل شيء يعني ما قصروا بطرف طول. الجيش السوري هو اللي غطانا وخلانا أمننا لحتى وصلنا لهون وطالعنا وهو اللي أسعف لي أولادي. والله كان ضغوطات علينا ومحاصرين وحيطينا دروع بشرية فقط لا غير يعني لا هم أكلنا لا هم شربنا بس متعاملين هن بدولاراتهم أكل وشربهم هن بس يعني متحامين فينا الدروع بشرية فقط لا غير. آلاف الأهالي تخرج وتتوافد باتجاه الأحياء الآمنة. الحكومة السورية ومحافظة حلب كفيلة باستيعاب كافة المدنيين الذين يخرجون من تلك الأحياء باتجاه هذه الأحياء، وجيش العربية السورية أيضا كفيل بأن يتم عملياته العسكرية مفرقا تماما بين المدنيين والمسلحين المتواجدين داخل تلك الأحياء. بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإدارة المحلية والبيئة وبمشاركة عدة جمعيات خيرية شعبية تم إرسال قافلة مساعدات إلى الأهالي الخارجين من الأحياء الشرقية في مدينة حلب. لأن السوريين اعتادوا أن يكونوا يدا واحدة في مواجهة الإرهاب الذي يضرب سوريا، تشابكت الأيادي لتمد يد العون للأهالي الخارجين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. قافلة مساعدات إنسانية انطلقت إلى المدينة، تم تحضيرها بالتعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة وبمشاركة عدة جمعيات خيرية شعبية. القافلة التي تعتبر البداية فقط تتضمن مواد غذائية وأدوية وبطانيات وكل ما قد يحتاجه الأهالي في أيام الشتاء القادمة. بإكمال رسالة الانتصار بأن نقدم كل ما هو واجب ولازم لأهلنا المدنيين الذين خرجوا من المناطق التي كانت محاصرة من الإرهاب. فيه إجراءات متكاملة من اللجنة الإغاثية الفرعية بحلب وكل ما يلزم تم تأمينه. عدة جمعيات عم تبعت عدد كبير من المساعدات الإغاثية سواء الغذاء أو الكساء أو الأدوية أو حليب الأطفال، أي شيء ممكن أنه يكون هو مستلزمات الأخوة الوافدين من المناطق الشرقية لحتى فعلا هنا يحسوا حالهم أنهم بحضن وطنهم. المشاركون في هذه القافلة أكدوا أن المسؤولية تقع على عاتق كل سوري في تقديم ما يساعد الأهل في حلب. نحن ببيت واحد، يمكن كل واحد فينا اليوم بغرفة ولكن بنهاية بيجمعنا بيت واحد هو سوريا. واجبنا اليوم أنه أي حدا
داية بأي محافظة مو بس لحلب، ولكن حلب هي هدف بالنسبة لنا لأنه كرامتنا اليوم حلب. نحن حبينا نقدم اليوم مبدئيا مجموعة من الأدوية الخاصة بالأطفال والخاصة بالنسائية وخاصة بكبار السن، وحنضل على استمرار بهذا الموضوع هذا بالتنسيق طبعا مع وزارة الشؤون. شمس حلب ستشرق من جديد بهمة رجال الشمس رجال الجيش العربي السوري، وستعود إلى سابق عهدها بسواعد أبنائها. نبقى في نبض الميدان لكن ننتقل من حلب إلى محافظات أخرى بعد الفاصل. إلى ريف حماة حيث واكبت كاميرا الإخبارية تصدي قوات الدفاع الوطنية لمحاولة تسلل إرهابيي ما يسمى بالجبهة الإسلامية إلى ريف السلمية الغربية. تقرير خالد الخطيب. مع تتالي أخبار تقدم الجيش في الميادين الاستراتيجية، وصلت كاميرا الإخبارية السورية إلى الخطوط الأولى في جبهة السلمية الغربية لتسجيل واقع رباط القوات في المثلث الأهم وسط البلاد مع امتداد ريفي حمص وحماة شمالا وجنوبا. الآثار النفسية لعامل النجاحات المستمرة على الأرض بدت واضحة بإيجابياتها على وجوه المقاتلين، أحبوا أن يشاركونا تسجيل مقابلاتهم الخاصة وتحدثوا بعفوية الميدان. نحن واقفين هنا لسلمية حماية السلمية باتجاه غرب السلمية، السطحيات بعز الدين طول الحمر صوب الرستان. نستطيع أن نرى في العمق مباشرة هنالك بعض أشجار الزيتون أو بعض المزارع في العمق مع الهضاب العالية قليلا. هنا يتواجد جموع الإرهابيين من جبهة النصرة أو الفصائل الإرهابية المختلفة، يحاولون دائما الاقتراب في محاولات للضغط على القوات التي ترد مباشرة عن طريق المدفعية الثقيلة أو الرشاشات الثقيلة. قوس الدفاع الغربي يتخذ زمام مهمة حمايته، قوات الدفاع الوطني الرديفة لقوات الجيش، تصدي لأي تحرك إرهابي وتسلل. عناصر كانت أواليات، رصد وضرب مباشر وتحقيق نتائج دقيقة في كل مرة. نحن قوات الدفاع الوطني مرابطين بالريف الغربي لمدينة سلمية لحماية بالدرجة الأولى المدينة وبالدرجة الثانية حماية طريق حلب. في عنا محاولات مستميتة يومية من جبهة النصرة لمحاولة قطع طريق حلب ومحاولة السيطرة على المدينة، ونحن بإذن الله جاهزين يوميا لصد أي هجوم نهارا في قنص وليلا في محاولة تسلل وسيطرة، والشباب أتم الاستعداد لصد أي هجوم موجود. قم بحماية منطقة سلمية في الجبهة الجنوبية من المجموعات الإرهابية المسلحة وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية، تقوم بشكل يومي ومستمر بمحاولات تسلل وضرب النقاط المرابطون في المنطقة في الجهة الغربية لمدينة السلمية. فينا نشوف من هون في أن طريق حما كمان هناك في محاولات لطريق قطع طريق حما ومحاولات لقطع طريق حمص. الهجمات الإرهابية لا تتوقف على قوس السلمية غربا، وبالمقابل لا تكل المدفعية والطيران من تقديم خدماتهما نحو كل هدف تتوجه نحوه الإحداثيات الدقيقة من مراصد الأرض وعلى مقرات من يتخذون من الامتداد مع شمال حمص قاعدة لانطلاق عملياتهم. للأخبارية السورية خالد الخطيب، ريف السلمية الغربي. الجيش السوري يدمر بالصواريخ الموجهة 3 جرافات ويقتل ما فيها لدى قيامها بأعمال التحصين والتدشين في المزارع الواقعة بين ميدا عاني وحوش الظواهرة جنوب مقبرة حوش نصري في الغوطة الشرقية. Thank you.
أصبحت مدينة التل في ريف دمشق خالية من السلاح والمسلحين، وذلك في خطوة تمهد لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها بشكل كامل. موفد الإخبارية السورية كان وفانا بالرسالة الحصرية التالية أثناء تنفيذ الاتفاق في المدينة. مشاهدي ومتابعي الإخبارية السورية، كما أسلفنا قبل قليل في الرسالة السابقة، نحن متواجدون في مدينة بدأت عملية يعني خروج الدفعة الثالثة التي بدأت اليوم صباحا للمسلحين وعائلاتهم. كما ترون معي في الصورة الآن تخرج السيارات التابعة للهلال الأحمر العربي السوري لنقل الجرحى من جرحى المسلحين أو الحالات المرضية. طبعا قبل قليل خرجت ثلاث حافلات، بعدها بعشر دقائق أيضا خرجت حافلتين للمسلحين من مدينة التل. طبعا يذكر أن هذه المنطقة أو هذه منطقة التجمع هنا مدخل مدينة التل يتجمع فيها بحدود 40 إلى 45 حافلة لتنقل مسلحي التل وعائلاتهم، والذين يبلغ عددهم بحدود 1200 شخص كتقييم أولي. تقدم الجيش العربي السوري يكشف الغطاء عمن يسمون أنفسهم معارضة، وها هم يناشدون العدو الصهيوني ويطلبون التدخل والاعتداء على وطنهم بحجة مساعدتهم. تقرير بهاء خير. صوت ليس بالجديد، فهو يعطي الخيانة والعمالة نكهة العلانية، لأن من ساهم في استهداف سوريا وكان المطية مجددا يخرج وهو يطالب بتدخل كيان الاحتلال لمد يد العون لعلها تنقذ ما يمكن إنقاذه من بقايا إرهابيين. ويتحدث هؤلاء عبر قنوات معادية معلنين التصاقهم بالمشروع الصهيوني. إننا ندعو كافة القوى الإقليمية الفاعلة ومنها إسرائيل إلى تشكيل مجلس للأمن الإقليمي برعاية الأمم المتحدة، تجلس فيه كل الأطراف الإقليمية مع بعضها للتفاهم والتنسيق حول مصالحها في سائر المنطقة. شواهد ودلائل ليست بالجديدة، أبطالها كيان احتلال إسرائيلي وإرهابيوه وأبواقه المنادين بحضوره علانية. وما توجهنا بهذه الرسالة اليوم للشعب الإسرائيلي إلا للتأكيد ولكشف جزء مهم من المشروع الوطني الذي نعمل عليه وكشف رؤيتنا السياسية حيال إسرائيل وحيال المنطقة، لأننا قلنا وبكل صراحة بأن سوريا الجديدة لن تكون دولة معادية لا لأي قوة أو دولة إقليمية أو إقليمية أو عربية أو دولية. منادة تذكر بالصورة التي كانت حاضرة ومن داخل أراضي فلسطين المحتلة عندما مدت يد الإرهابي نتنياهو لجرحاه الذين أصيبوا برصاص الحق وباتوا على أسرة مشافي كيان الاحتلال. من رهن على ضرب أركان الدولة السورية هو اليوم يحاول أن يلملم هزائمه وما تبقى من أشلاء إرهابيه، وعندما يكون السيد الداعم فما على أتباعه إلا السمع والطاعة. من كان يحاول عبثا إخفاء نفسه وعملته بات اليوم عاجزا عن كل شيء إلا عن البوح بعلاقاته علانية. ولكن الفعل على الأرض وفي الميدان فلا صوت يعلو فوق صوت رصاص الحق. نبقى في الشأن السوري ومن الميدان إلى السياسة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لن تسمح بتقديم الدعم لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا. وخلال منتدى الحوار المتوسطي في روما، أشار لافروف إلى أن تفويت فرصة تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي حول سوريا كان خطأ كبيرا من واشنطن. وقال إن كل المجموعات المسلحة في حلب تخضع لأوامر تنظيم جبهة النصرة الإرهابية، وأن الإعلان عن تشكيل ما يسمى بجيش حلب الجديد ليس إلا محاولة لتقديم التنظيم الإرهابي تحت اسم جديد وإخراجه من تحت العقوبات الدولية المفروضة عليه. وكان لافروف التقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ودعاه إلى إطلاق الحل السياسي للأزمة في سوريا. دعت موسكو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لمعالجة الوضع في حلب. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المناطق التي استعادها الجيش العربي السوري من الإرهابيين في أحياء حلب الشرقية لم تتلقى أي مساعدات من الأمم المتحدة حتى الآن. هزيمة الإرهاب في حلب على أيدي الجيش العربي السوري أشعلت حربا كلامية بين موسكو والغرب الذي يسعى بكل الوسائل لإنقاذ إرهابيي جبهة النصرة والمتاجرة بالوضع الإنساني دون تقديم أي شيء لأبناء حلب. وفيما كانت دمشق على أهبة الاستعداد دائما لتقديم المساعدات والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين الذين يخرجون تباعا من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، فقد دعت موسكو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لمعالجة الوضع في المدينة. يجب الالتزام بأحكام القانون الإنساني بشكل صارم لدى التعامل مع الوضع في حلب. وبحسب معلوماتنا كل المجموعات المسلحة تقريبا في شرق حلب تخضع لسيطرة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، كما يجب البدء بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول سوريا والتي تنص على بدء العملية السياسية. الأمم المتحدة التي روجت للمواقف الغربية وانخرطت بحملة التضليل ضد الحكومة السورية وروسيا نالت نصيبها من النقد الروسي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قال في بيان إن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كان يصر على إيصال المساعدات إلى أحياء حلب الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، لكن بعد بسط الجيش العربي السوري سيطرته على ما يربو على 40% منها حيث يسكن قرابة 90,000 مدني، توقفت الأمم المتحدة عن تقديم مقترحات المساعدة على الإطلاق لتلك المناطق. الدعوة الأممية لخروج تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من حلب بعد تلميع اسمه بجيش حلب الجديد جاء بعد اشتراط الحكومة السورية وموسكو خروج جبهة النصرة من حلب لقبول تهدئة جديدة. وسواء فشلت المحادثات الروسية المكثفة مع تركيا والدول الغربية في معالجة الوضع في حلب أم لا، يبقى الثابت الوحيد أن موسكو أحرجت الدول الداعمة للإرهاب من خلال الرؤية الاستراتيجية التي وقعها الرئيس بوتين والتي تؤكد على دحر الإرهاب في سوريا والحفاظ على وحدتها وسيادتها. وفد الجمهورية العربية السورية الديني إلى إيرلندا يلتقي لجنة الدفاع في البرلمان الإيرلندي. التفاصيل في تقرير جودي يعقوب. وفد الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية إيرلندا يجتمع مع اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة والدفاع في البرلمان الإيرلندي في دبلن، ويستعرض وإياهم واقع الأحداث في سوريا ويفند التضليل الحاصل وما تتعرض له البلاد من تزوير للحقائق. هذه الزيارة هي بداية مرحلة جديدة لسوريا، أولا نوع من الاختراق للإعلام الغربي الذي كان يشوه صورة سوريا بشكل دائم، ولأول مرة برلمان أوروبي مشترك بالاتحاد الأوروبي يدعو من يخاطبهم بشكل واضح وصحيح. أنا وأصحاب الغبطة البطاركة الكرام كان كنا واضحين تماما فيما طرحناه عليهم، وخصوصا حينما قلنا لهم أنتم تقولون الإعلام قال كذا وكذا ونحن نقول لكم تعالوا إلى سوريا لتجدوا أننا خلال 6 سنوات كنا نعاني من كذب الإعلام الغربي وبعض الإعلام العربي أيضا، وكنا نعاني أيضا من أن هنالك تعمية تامة عن الأخبار الحقيقية عما يحدث في سوريا. كانت فرصة لنا حتى نشرح رأينا باللي عم بيصير بسوريا، نشرح حال الوضع اللي عم بيصير ونقص على الشعب الإيرلندي من خلال برلمانه
حكايتنا قصتنا في سوريا قصة الإرهاب اللي عم يدمر بلدنا وعم يقتلنا وعم يخبط مطارنتنا ويقتل علمائنا علماء الدين المسلمين ورجال الدين المسيحيين. هناك يجب أن يكون صف موحد لأجل الإنسان وكرامته وقيمته في المجتمع، ولذلك طفح الخير كي الحرب والدماء بسوريا أكثر من أي الحرب العربية الثانية. يعني كفالة حروضا هذه الدعوة التي موجهها اليوم أنا كبطير إلى إيرلندا، وأن تكون إيرلندا، وهذا ما قلته من أول يوم لقائنا مع المسؤولين والأحباء أصدقائنا هنا في إيرلندا يا إخوتي، فلنعمل لأجل لبي السلام. الوفد بحث واقع العقوبات الباطلة المفروضة على الشعب السوري وضرورة إلغائها، كما بحث خطر التطرف الديني الذي أدخلته التنظيمات الإرهابية إلى سوريا، بالإضافة إلى الحديث عن الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام عندما تغطي أخبار وتنقلها إلى العالم. زيارة وفد الجمهورية العربية السورية تأتي تأكيداً على أن الإرهاب الذي يضرب أنحاء العالم إنما هو إرهاب واحد، وأن الشعب السوري اليوم بدفاعه عن وطنه يدافع عن الإنسانية بأسرها. يؤكد السوريون مجددا أنهم كانوا وما زالوا عنوانا للمحبة والعيش المشترك، فبرغم نار الحرب والإرهاب إلا أن سوريا كانت وستبقى أيقونة السلام للعالم أجمع. جودي يعقوب، الأخبارية السورية، دابلين، إيرلندا. وفاة طفلين من أبناء المهجرين السوريين في مخيم ركبان بالأردن ناتجة انعدام الرعاية الصحية وافتقار المخيم لأبسط أساسيات العيش. تقرير علا إبراهيم. هي حكاية ذاتها تتكرر كل الشتاء، حيث يواجه آلاف السوريين الذين هجرتهم التنظيمات الإرهابية إلى مخيمات اللجوء في دول الجوار معاناة دائمة مع سوء الأحوال الجوية وانعدام المساعدات المقدمة لهم من حكومات هذه الدول. في الأردن وتحديدا مخيم الركبان الذي يبعد أمتارا قليلة عن الحدود السورية، توفي طفلان سوريان أحدهما في 7 من العمر والثاني لا يتجاوز عمره العام ونصف العام، وذلك بسبب غياب الرعاية الطبية عن المخيم ورفض السلطات الأردنية تقديم العون للمهجرين أو السماح للمرضى منهم بالعلاج خارجه. منظمة العفو الدولية تنبهت لخطورة الأوضاع الإنسانية في مخيم الركبان، حيث تحدثت عن أوضاع مزرية للغاية بسبب نقص الغذاء وانتشار الأمراض. يذكر أن عشرات السوريين الذين هجروا من منازلهم نتيجة جرائم التنظيمات الإرهابية في سوريا قضوا جراء الإهمال وحوادث مختلفة في مخيم الزعتر بالأردن نتيجة افتقاده أبسط متطلبات وظروف الحياة الإنسانية، بالإضافة إلى تدهور الحالة النفسية للموجودين فيه في ظل الاستغلال والحصار الذي تفرضه السلطات الأردنية عليهم داخل حدود المخيم. اجتمع محافظ حماة الدكتور محمد حزوري مع لجنة الإغاثة الفرعية ولجنة تعويض الأضرار في المحافظة لبحث واقع الأضرار التي لحقت ببلدة معردس بريف حماة الشمالية. التفاصيل في هذا التقرير. اجتمع محافظ حماة الدكتور محمد حزوري مع لجنة الإغاثة الفرعية ولجنة تعويض الأضرار في المحافظة لبحث واقع الأضرار التي لحقت ببلدة معردس بريف حماة الشمالي جراء الأعمال الإرهابية، حيث زادت قيمة الأضرار عن 1,150,000 ليرة. كما طرح خلال الاجتماع عدة مواضيع، منها ضرورة وصول السلل الغذائية إلى مستحقيها والإشراف المباشر على عمل اللجان المحلية. تحدثنا بالخطوط العامة والعريضة، هو أن يكون لجان تتبنى المصداقية والموضوعية والشفافية في التعامل مع كافة الملفات. نحن باللجنة الفرعية لتعويض الأضرار الخاصة بحماة نصرف التعويض بناء على الكشف الحسي المنظم من قبل اللجنة الفنية اللي قامت بالكشف على الواقع وتنظيم طلب التعويض. تعويض الأضرار جراء ما تم تخريبه على يد العصابات الإرهابية وما لحق بممتلكات المواطنين من دمار هو أحد الأهداف المهمة التي تسعى الحكومة لتحقيقها، حتى يستطيع كل مواطن أن يعود إلى منطقته دون أي عناء.
حريق في عدد من المحال التجارية في سوق الحميدية بدمشق يخلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات. أضرار مادية ولا إصابات جراء حريق اندلع في عدد من المحال التجارية بسوق الحميدية بدمشق. مدير مديرية دمشق القديمة طارق نحاس أكد أن الحريق نشب فجر الجمعة، ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي في أحد المحال التجارية في سوق مردنبيك بالحميدية، وامتد إلى 9 محال أخرى. كل التحقيقات اللي أكدت بموضوع أنه هو عبارة عن ماس كهربائي، حتى التجار كانوا شايفين أحد الأسلاك الكهربائية وقت الحريق بلشت هو تضرب، عبارة عن باط ضرب وامتد الباط هو نقل الحريق. أصحاب المحال التجارية أكدوا أن 4 محال تجارية تضررت بشكل كامل، فيما لحقت أضرار جزئية بالمحلات الباقية. أجوا طفوا ورجعوا بعد من الصبح عسعسيت وبلغوا خبرونا سيادة العقيد، خبرنا القسم، خبرت المختار ونزلت أنا وياه الساعة شي 7، كانت الطفية سابقتنا وسيطرت على الحريق، ولكن حريق كبير شوي يعني في عسعسي بعدة محلات بسبب الخشب القديم، البناء القديم كله بيتعسعس، يعني بيضل في أماكن فيها عسعسة. الحمد لله سيطروا على الوضع والحمد لله تمام، والخسائر لا بأس يعني الله يعوض على الناس بجاه محمد. الحريق الذي اندلع فجرا تجدد في الصباح، لكن فوج إطفاء دمشق عمل على إخماده بشكل كامل. بلغ عدد العقود التي وقعتها شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية مع الجهات العامة منذ بداية العام 20 عقدا، تصل قيمتها إلى نحو 900 مليون ليرة سورية. المدير العام للشركة المهندس زياد يوسف أوضح أن هذه العقود تتضمن تصنيع الأبراج الكهربائية وإصلاحها وتقديم وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية وإصلاحها، التصنيع وإصلاح المراجل والهناجر المعدنية والأسياخ الحديدية. أدت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة الحسكة إلى تحسن واقع المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في عموم مناطق المحافظة وزيادة فرص إقبال الفلاحين على الزراعة. مدير الزراعة المهندس عامر سلو بيّن أن الأمطار التي عمت كل مناطق المحافظة أدت إلى مساعدة الفلاحين والمنتجين بعمليات الفلاحة والإسهام في تهيئة الأرض وحراستها قبل البدء بعمليات البذار، إلى جانب تحفيز المزارعين على عمليات الزراعة وخاصة البعلية منها وزيادة المساحات المزروعة. من الشأن السوري نتحول إلى الشأن العربي. أوقف الأمن العام اللبناني شخصا بجرم الانتماء والتواصل مع تنظيمات إرهابية مسلحة. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن الموقوف اعترف بنقله مع آخرين أسلحة حربية وذخائر على أنواعها إلى المجموعات الإرهابية في جرود عرسالة. وأكدت المديرية أن الموقوف أحيل إلى القضاء المختص وأن العمل جار لتوقيف باقي الأشخاص الآخرين المتورطين في هذه الأعمال. إلى ذلك، دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية مقرا لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في موقع الكسارات بوادي الخيل في جرود عرسالة، استهدفته بالقصف المدفعي والصاروخي المباشرة، ما أدى إلى تدمير الموقع وإيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين. أصيب مدنيان يمنيان إثر قصف صاروخي سعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن العدوان السعودي استهدف بالقصف الصاروخي منزل مواطن في منطقة بيت طلان بمديرية حيدان، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح بالغة، بالإضافة إلى إحداث دمار بالغ في المنازل.
في رد على العدوان أطلقت مدفعية الجيش واللجان الشعبية عددا من قذائف المدفعية على دبابتين وتجمعات للعدوان في مواقع متفرقة من جيزان. كما دكت القوات الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات العدوان ومرتزقته في منفذ علب وعدد من المواقع والمعسكرات. من الشأن العربي ننتقل إلى التطورات الدولية. ردا على تمديد مجلس الشيوخ الأمريكي الحظر على إيران، مجلس الشورى يعيد أو يعد مشروع قرار لاستئناف النشاطات النووية. هذا وكان في وقت سابق المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي حسيني أكد أن بلاده تمتلك خيارات متعددة للرد على خرق الولايات المتحدة للاتفاق النووي وستنفذها في الوقت المناسب. بدوره أعلن النائب الإيراني محمد رضا تابش أن مجلس الشورى يعد مشروع قرار عاجل يتعلق بمنع شراء السلع الاستهلاكية الأمريكية. جدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استعداده للتعاون مع أي بلد في محاربة التطرف وتنظيم داعش الإرهابية. وكان ترامب أكد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 12 من الشهر الماضي أن تركيز الولايات المتحدة يجب أن ينصب باتجاه القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مشيرا إلى أن لديه وجهة نظر مغايرة عن الرئيس باراك أوباما، ولا سيما فيما يتعلق بدعم التنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها واشنطن تسمية معارضة معتدلة. وقال ترامب خلال أول تجمع له بعد الانتخابات في ولاية أوهايو الليلة الماضية إن بلاده ستقدم سياسة خارجية جديدة وستتوقف عن إسقاط أنظمة الدول الأخرى أو التدخل بسياساتها الداخلية. توقعات بإعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ترشحه رسميا للانتخابات التمهيدية عن اليسار، وذلك عقب تخلي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن الترشح لولاية ثانية. تقرير سفان ديب. دخلت فرنسا غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر أيار القادم لعام 2017، ففي الوقت الذي توحد فيه اليمين الفرنسي وراء فرانسوا فيون رئيس الحكومة الأسبق والذي حقق فوزا ساحقا بالدورة الأولى والثانية في الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط، تتوجه الأنظار إلى اليسار لمعرفة مرشحه. وعقب المفاجأة التي أثارها تخلي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن الترشح لولاية ثانية، بدأت توقعات بإعلان رئيس الوزراء مانويل فالس ترشحه رسميا للانتخابات التمهيدية لليسار. صحيفة لو فيغارو الفرنسية ذكرت أن الفوز الذي حققه فرانسوا فيون مؤخرا في الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط بنسبة 66.5% عكس بشكل فوري الثقة التي يتمتع بها لدى الفرنسيين، لأن فيون تعرض في الأيام الماضية لعدة انتقادات من الجبهة الوطنية التي حذرت من برنامجه وقالت عنه إنه سيثير الفوضى في البلاد. هذا داخليا، أما على صعيد السياسة الخارجية يسعى فيون إلى استخدام مقاربة هادئة وسلمية مع روسيا، ما يضعه في خلاف مع السياسة المتبعة حاليا في الغرب في ظل تدهور العلاقات مع موسكو بشكل كبير. وبانتظار نتائج الانتخابات في الربيع القادم يبقى السؤال عن المشهد السياسي في فرنسا وإلى أي مدى ستساهم الشرعية الفولاذية التي استحقها فيون بمساندة الشعب بتحقيقه نصرا سياسيا يقلب المعادلات الداخلية والدولية. أعلنت الشرطة الأوروبية اليوروبول أن فرنسا التي تعرضت لضربة أساسية وجه إليها الإرهابيون خلال السنوات الأخيرة أصبحت هدفا رئيسيا للإرهابيين في أوروبا.
ونقلت نوفوستي عن تقرير للشرطة الأوروبية قوله إن ألمانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا دخلت قائمة البلدان التي يوجد فيها أعلى مستوى من الاحتمال لتنفيذ أعمال إرهابية. وفي وقت سابق اليوم حذر مكتب الشرطة الأوروبية من أن شبكات إرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابية تغير طرق عملها في أوروبا ويمكن أن تنفذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة. قدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية مذكرة إلى البرلمان للتصويت عليها من أجل إقالة الرئيسة بارك جيون المتهمة بقضايا فساد. وأشار بارك جيون النائب عن حزب الشعب المعارض وفق ما نقلت فرانس بريس إلى أن المعارضة اتفقت على العمل بجد داخل البرلمان لإقناع النواب بدعم قرار الإقالة. وتتمتع المعارضة والمستقلون بأغلبية في البرلمان لكنها لا تمتلك الأكثرية وتحتاج 30 صوتا من الحزب الحاكم للحصول على تأييد النواب وإقرار المذكرة. يواصل الموكب الجنائزي الذي ينقل رماد رفاة الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو مسيرة 1000 كيلومتر عبر كوبا بعد أن توقف أمام ضريح جيفارا في سانتا كلارا بوسط البلاد. تقرير نادية الجنداوي. وسط موكب جنائزي في مسيرة 1000 كيلومتر عبر كوبا تستمر رحلة رماد الزعيم الراحل فيدل كاسترو موضوعا في علبة من خشب الأرز ملفوفة بالعلم الكوبي وأمام ضريح أرنستو تشي جيفارا في مدينة سانتا كلارا وسط البلاد. توقف الموكب الجنائزي ليستعيد دخول جيفارا إلى هذه المدينة الواقعة على بعد 270 كيلومترا شرق هافانا حيث وقعت فيها أشهر معارك الثورة الكوبية ونقل رفاة الثائر الأرجنتيني جيفارا رفيق درب كاسترو إلى هذه المدينة عام 1997 من هافانا وماتنزاس وكارديناس وسيفونغيوس وسانتا كلارا. تعالت صيحات الكوبيين وهم يهتفون يحيا فيدل ويلوحون بالأعلام عند مرور الموكب الذي يتألف من 7 آليات وسيعبر 13 مقاطعات. ومن المقرر أن يصل الموكب إلى مهد الثورة الكوبية سانتياغو دي كوبا شرقا حيث سيدفن فيها رماد القائد فيدل يوم الأحد القادم والذي توفي بعد ثبات نصف قرن بمواجهة أمريكا في 26 من تشرين الثاني الماضي عن عمر ناهز 90 عاما. مشاعر الحزن والتأثر تجلت في أبهى صورها من خلال لقاء للتاريخ بين قائدين غيرا تاريخ كوبا والإنسانية. إلى العناوين. خروج مزيد من أهالي الأحياء الشرقية لحلب تزامنا مع استمرار تقدم الجيش. موسكو تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها حول بدء العمليات السياسية لحل الأزمة في سوريا. طهران ترد على الخرق الأمريكي للاتفاق النووي بإعداد مشروع قرار استئناف نشاطاتها النووية. في ختام هذه الساعة الأخيرة لكم تحيات فريق العمل. في أمان الله.